مرحبا بكم في حلقه جديده من ملاكيت. توحشتكم برشا. الحلقه باش تبدا توا، اما اولا نمشي ونتفرجوا في صحابي جدد، نشوفهم ايش عملوا في ماجيك سيتي، ومن بعد نتلاقاو الكلنا هوني. تفرجوا، انا راجعين. مرحبا بكم في ماجيك سيتي، المركب الترفيهي العائلي اللي في سنتر كوميرسيال أزور سيتي في البانليو سود. إسباس يلم العائلة الكل، الصغار اللي عمرهم من 3 إلى 8 سنين عندهم إسباس سوفت بلاي كبير، ينجموا يتزحلقوا وينكزوا من غير خطر. والمغرومين بلعب الفيديو عندهم لشوى وزيد ينجموا يلعبوا مع أصحابهم. الفضاء الترفيهي ماجيك سيتي هو أول إسباس متاع مانيج إندور. الجو واللي سنساسيون فورت مضمونين، وهذا كله بأسوان في المتناول. ملا نستناوكم الناس الكل باش تزورونا في ماجيك سيتي، على خاطر الألعاب للعمار الكل وفي متناول الناس الكل. عسلامة بيكا، أنا اسمي زين، عمري 6 سنين، انا في ماجيك سيتي نكمل نلعب ونجيك. عسلامة بيكا، انا اسمي سلمى، انا عمري 7 سنين، انت في ماجيك سيتي نكمل نلعب ونجيك بيكا. احنا حاضرين، صحابي موجودين، بحذية زين وسلمى. لبس عليكم؟ اي في فورما؟ اي اسمع مدب زيفاني، خلنا نفرح بيكم ساعينا. اولا عندك خاكو، شوفوا هذو نبدا بيهم. ها؟ قبيلة شفتهم. عجبوك؟ ريت قادي فما برشا دي فيغورين ديفيرونت. كنت تنجمش تحسبهم خاطرهم مي. هما مي، هما الوغ للعباد اللي تفرج فينا تنجموا تلقاهم خير، هما معمولين باليد صناعيين، موجودين في لي غراند سيرفاس الكل، وانت تنجم تختار الفيغورين اللي تحب عليها، وبعد نحسبهم كان تحب بعد ما تاكل وتتبنى. علاش تحسب فيهم مي راه؟ مي، اوكي. وقع. خذيت هذيك. فوالا. وانتي سلمانه وتحب كيف كيف. اوكي توي ما دار فيكم؟ لا مش توي. انتما جوستمون انتما ما تعرفوش بعضكم، وليتوا تعرفوا بعضكم في ملاكيدز ما اي باهي. خلينا نبداو ملا بشوي بشوي. زين قد ايه عمرك؟ 6 سنين. وانتي سلمى؟ 7 سنين. معناتها انتي اكبرون وبعا اي زوز تقراو ما اي تمشيو للمكتبه اي فين وقسم انتي؟ سنه ثانيه. وانتي؟ لولا بيا القرايه نعرفش. لا عتقولي والله نعرف شوي شوي. ماذا بيك معناتها انت تمشي تقرا؟ خاطر لازم تمشي تقرا. ما علاش نقرا واحنا باش نتعلموا الحاجات؟ نتعلموا الحاجات وباش ننجحوا. وننجحوا كي نقراو بالكدا ننجحوا، وكي ننجحوا ان شاء الله ونكملوا القرايه الكل بالكدا شنو يصير؟ نوليو نخدموا. نوليو نخدموا. تحبوا تخدموا انتوما؟ اي صعيبه برشا الخدمه بالحق. انت خدمتك كي تكبر ان شاء الله تعرف شنو باش تبدا، ولا نسيت ما خممتش؟ لا مازلت مازال عندك الوقت. وانت سلمى تعرف شنو تحب تولي كي تكبر؟ اي شنو تحب تولي؟ نحب نولي معلمه. معلمه؟ علاش معلمه؟ خاطر حب القرايه برشا، ونحب نقري الصغار كيما قريت انا. يا كيما قريت مازلت تقرا؟ شنو هو انت فينومين دار فيك؟ شنو اللي تعمل هكا؟ عد الدور هذاك. عد تمشيو نلعبوا طول؟ ما نزيدوش نحكيو شويه؟ لا لا نمشي. وش اسمها هذيك الدوره؟ لا غويا ميما توتفيت. زين هو اللي قرر قوم نمشي. لا غويا ميما اه ما تجريوش. ها احنا وصلنا تاو لا غويا ميما، اما عندنا مشكله صغيره. كون ما بين سلمى وزين باش يدور لا غو، تراه شكون؟ إيه زوز تحبوا. كيفاش نجموا نعملوا باش نختاروا؟ لعبة سهلة مالا. كيفاه؟ سلمى دور الغوم ونلعب لعبة وبعدين ندور زوز لعبات. أما هي المشكلة صغيرة اللي ما عنديش برشا وقت نلعب زوز لعبات، لازم نلعبوا لعبة كهو. ما عندكمش حاجة تختاروا؟ آه عندي فكرة، تعرفوا نكت؟ تعرفوا تحكيوا نكت؟ لا. شنو الحاجة اللي تخليني أنت دور لاغو؟ نختارك أنت. أبا حاجة باغي نقص. ترى يعرفها هو؟ نعرف. أوكي. آه. حاجة لا ورق. هو ربح. دوك انت باش تدور لاغو، موافقه سلمى؟ وانت تبدا بعد تلعب. 1 2 جو. وريت القوه اللي دور بها لاغو.
يا 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 زعما شنو؟ فما لعبة تحبها أكثر من الآخرين سلمى؟ أنا إكس أو. إكس أو، وأنت؟ أنا لعبة الوزنين. وزنين كيفاه؟ اللعبة هذيك اللي تحط الماسك وبعد شكون يطلع هذيك. أوكي دوك تحط الكاسك ونطلعوا شكون اللي. يا 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 اكس يا يا انا فرحانه برشا نقولكم علاش خاطر انتم بحذايا ديجا وعلى خاطر انتم زوز حبيتوا داوروا لاغو يا ماما يا اخي هو داور وانت تحب على اكس او ميساج هاك انت دورت لاغو وهي اكس او تعرف تلعب اكس او ولا نعرف تعلم اللي يتفرجوا فينا تعلموا كيفاش نلعبوها نفسي جيب طاوله اوكي انا دورت الغو يا اخي جات في اكس او وسلمى ربحتني 3-0 توا باش نبداو اللعب توا الجو باش يبدا في ملاكيز وعندي معايا سلمى وزين عاملين جو اي اللعبه باش نلعبوها تاع شو اسمها احنا عاملين جو ليه بيان سور احنا عاملين جو اول حاجه انت تحبنا عاملين جو انا عاملين جو دوك انت عامل جو اذا كان مطلوب هاي فايف فوالا وي سلمى نعطيوك الكادو اسمع مقوى ساعد على راهو هوني انا نعطي كادوات مش انتوما تعطي حتى انا نعطي ميرسي على الكادوات عايشكم حلتها ونشوف شنو هذاك كاس 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 العالم اذا باش تحط فيه الشوكولا شو نتاعي ها كاس أوكي. العالم يا عندي تصوير تكوني وجو تيم بيكا ميرسي محليكم ميرسي 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 زوز على الكادوات الشوكولا اللي كنتي واللي عملوا لي كاستينغ تسيري تتعاليا اه اوكي يا جماعه عندكم شوكولا للعباد الكل واللي صوروا فينا الكل خلنا نعطيوهم زاده ايوه ما مساكن من نعطيوهمش خلنا نعطيوهم خلنا نعطيوهم فوالا هوني باش نعطيو للعباد الكل بي ميرسي بوكو على الكادوات محليكم بي الوغ توا باش نبداو نلعبوا اكس او كيفاش ترى نلعبوا ايش لازم نعملوا معناتها لازم بطريقه تحط هنايا الكتاب هذا الكتاب نفسه يذبح فما زي لازم لازم تحصلوا على 3 كيف كيف باش نربح انتم زوز تحبوا تربحوا نعم أي. لو فرضنا اللي هو واحد فيكم خسر شنو يصير؟ يسيلش ما يبكيش فوالا يسيلش وما يتغشش يسيل. احنا نلعبوا احنا نلعب اللعبه هي فوالا في اللعبه هذيا جوستومون عندنا هذوما اون اكسكلوزيفيتي باش نوريوهمكم في الحلقه هذيا هذه لا كوليكسيون جديده نتاع لا رونتري جي نتاع العوده المدرسيه الجاية لا كوليكسيون جديده نتاع يميما اوكي هذه كراس تعرفوا الكراس اللي تبدا هكا كراس شنو اللي تبدا فيها كراس التلميذ قبل تاني تبدا فيها حاجه محفوظات كراس محفوظات خاطر انا جماعتوني محظوظات شاتيوك محظوظات محظوظات وانت محظوظ كي تحفظهم ولا مش محظوظات انا تحبني نولي ما انا محظوظات يا اخي انا ليه لا انت زين ونحبك تبدا حافظ محفظه تاعك بكدا ومصور تصويره باهيه وكل شيء باهي كيفك كيف الغمزه ما تغمز كيف عملت لي انت عملت لي كيفك في عملها غاديك باهي عندي دونك في القام الجديده هذيا دونك هذوما بيان سور سي لي بيرسوناج ديزني وي ميم نعرفوها دونك سي لو ريبريزونطون اوفيسيال دو لا مارك ديزني في تونس عندي هذا يذول الكل تعرفوه سيمو اي بومبا فيني ودي ديسان انيمي تعرفوه Le roi. Il a l'air de faire des animés. Tu sais le roi lion? Ma ta fouche que des grands qui كبر ولا le roi lion? Tu sais ou elle? Je sais. Je sais mais je ne sais pas. Tu sais que tu sais un peu عندي Simon et Pumba و عندي هذا Encanto. Encanto tu sais des animés, le film d'animation. Voilà. Je sais. انا نعرف تعرف وحدك ما تعرفوش تتولي تعرف وما تقول لي تفرج في هذا قول لا لا تقول لي تفرج لا ما لا فيش تفرج باش مغلوم في الفرجة في ملاكيت اولا انا في ملاكيت فوالا هذا كان المهم مي شكون باش يختار هذا وشكون هذي انا هذي اهو انا هذي سيغ اه فوالا الفكرة اللي باش تبداو تحطوا لازم ثلاثة هكا ولا ثلاثة هكا ولا ثلاثة هكا ولازم تقصوا على بعضكم باش ما تفهمش استنى عاد بداو بشوي بشوي انت تبدا اي موافقه اي اي دوك حطيت لنا هذا الجو وايلد هوني ترى ان كان تو وين اي شدوا ما في يدك تشوفوا بالكدا المساحه اي سلمى قصت عليك رد بالك ركز بالكدا كيما انت قصت عليك تنجم تقص عليها واحد صفر مش مشكله اي نعاودوا مشكي وعاود يلا اي توا هي تبدا خاطر بيكا انت اي سلمى اي انا نحط
نحطها وما ياخذكش. اوكي تنجم تربحني. ركز بالكدي. يس هاكا قص علي بي مون ليه مون ليه سنين صفر اما صفر ليه سيي هي كملت. دوك عاود الطرح الاخر. اذا الطرح الاخر هو الاخير هو تو هي ربحه. ربحت مرتي بيك بيك قولي زايد قولي. انت لازمك شو ركز بكدي اغزل بكدي على الطاوله الكل. حط توا الكراسه نتاعك. ها حط حط في بعد ابدا العب. باهي اوكي ركز بكدي باش انت زاده تقص عليها. باهي حتى توا تنجموا تعملوا شيء. باهي توا كي جيت الطاوله كبيره وفما واحده غادي راني حطيتها غادي. اما ديما فما اربعه كهو ما فماش اكثر. رد بالك ركز بكدي وين ترى في زرق ورا بعضهم تنجم تعمل زرق وزرقه ثالثه تربح. نو 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 يس برافو قص عليها. اي تو بون طرح هذا تنجموا تعاودوه على خاطر ما حتى يحتيكم لو باش تنجموا ماركي. زيدوا دوره اخيره. اي اخر واحد ركزوا بالكدي تو هي تبدا. اي سلمى ركز بالكدي محليه من هوني ياش هما زينو محليهم لازم يعجبك. يضحكوا مازالهم ملونين. اه باهي انا انت بديت دونك سلمى ركز بالكدي ركز بالكدي زين لازم ثلاثه ورا بعضهم بيك سلمى بيك ليه سي بون حطيتها سي بون اي حطيتها كنت اما كنت تنجم تحطها غاديك تربح. اي دينك 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 اي بص عليك. بون اعلمكم اللي الربح في اكسبو تاع اليوم انت ربحت وزايد موش متغشش ثلاثة صفر. اما زايد نعرف اللي تو باش نمشيو لبلاصه هو ياسر يحبها ومغروم بها دقيقة ولا عش طيب يلا بينا ونحطوهم هوني خليهم في طاولتنا. توا حان وقت البريكولاج للعبيد المغروم بريكولاج كيف ما احنا ثلاثه. نهار ثلاثه جوستومون 24 ماي هو لا جورني مونديال نتاع بريكولاج. بي دونك هاكا نرينيو فيكم شويه في ملاكيت المغرومه هاكا يزيد يشيخ واللي ماهوش مغروم يتغرم. بي للاكزرسيس نتاعنا نتاع اليوم تابعوني مليح على خاطر انتم زاده تنجموا تعملوا لو ميم. احنا مشينا دونك سور لو سيت mapetstore.tn اون امبريمي الاوراق هذوما. علاش عملنا خاطر فما شكون قاعد باش يرقد في هنا كون جي النوم بيك جاك النوم هكا ما تحبش تكون يحكي برشا نعمل بسيش نزرب نزرب ازرب 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 باهي باش نزرب منك. مشينا عملنا اون امبريمي الاوراق هذوما خاطر نجمو دونك بالاوراق هذوما يا اما نصنعوا اسمه هذا كرهبة والا ناس كرهبتو والا صاروخ فوالا فوزي صاروخ. بي الفكره اللي في الاكزرسيس نتاعنا هذا اول حاجه باش نعملوها هي لو كولورياج. دونك عندنا احنا هوني دي فوتر عندنا دي كريون تو سكي فو من عند مابيت بور كولوريي لي فيزوال هذوما اللي باش نوريهم لكم شويه بشويه شنو عندنا في الاوراق نتاعنا الكل. بي ومن بعد ما نلونوا باش نقصوا المقصات موجودين للقصان ومن بعد باش نلصقوا اي بور سا عندنا دونك لاكول نتاعنا. بي انت مثلا تحب كهرباء ولا صاروخ؟ كهرباء وصاروخ نحب صاروخ. شنو باش تعمل؟ صاروخ. بي مثلا باش نعملوا صاروخ شنو باش ناخذوا؟ ناخذوا هاوما الاوراق هذوما مكتوب عليهم هاوكا من فوق فيزي. اوكي خذينا يظهر لي كل واحد في داره عنده مثلا هذا نتاع لي سويتو. دونك خذينا لي سويتو قصيناها على اثنين بالمقص ولا بالسكينه عملنا منه زوز هاكا روسيكلاج في عود نطيشوهم نخبيهم ونعملوا بهم ان اكزرسيس دو بريكولاج. بي خذينا هذا لي سويتو لوناه بالاكريليك نتاعنا وعملنا فيه اون بوتيت اوفرتور هذا اللي باش يخرج منها مثلا السواق نتاع السياره. بي ومن بعد خذينا الوريقات نتاعنا هوني فما دي فور. اوكي باش نلونوهم اها ما كي لونوهم وقاسينهم سافا دوني سا. اوكي سي اسمعني يزي من الكلام نبدا نعملو طول. انت صاروخ اها ما صاروخ عندك اذا اللي حاجت بهم مشاغل صاروخ واذا عندنا سما شويه دي نواج على شويه دي زيتوال فوالا. وللكهرباء عندنا دونك اللي حاجتنا اليوم لزين الكهرباء عندنا هذا نتاع السيركوي باش الكهرباء نتاعنا نجم تتنقل. ها؟ انت ما حاجتك فوالا نحطهم هوني فوالا كم سا ما يقلقوكش زايد.
في البريكولاج عطتنا بيكا نصنعوا فواتور ولا صاروخ. يا اخي انا صنعت فواتور وزين صنع صاروخ. بي دونك انتما زيدا نجمو تعملو لو ميم اكسيرسيس. نمشيو على ماب تيتور بوينتين فوز امبريمي لاوراق دونك لي بارون يعملوها الحكايه ليكم انتما ومن بعد تعاودوا تعملوا نفس الاكسيرسيس وتعملوا تصيوره تبعثوها اما سور فيسبوك دونك ماب تونيزي sur la page Facebook ou elle sur la page Instagram de Mapet Tunisie aussi donc mapet.tn comme ça tkounou عندكم la possibilité باش تربحوا un cadeau من عند Mapet كان le bricolage نتاعكم يكون الفايز وبعد كل حلقه للتفكير فما دي زارتيكل اللي نستعملوهم احنا هوني في ملاكيت le prix نتاعهم يولي beaucoup plus intéressant et beaucoup moins cher donc profitez de tout ça معنا صالح ما نقعدوش تحب تقعد نحط الكرسي tout de suite تفضل اما نخافنا ما عادش تراوك بالكدا ترى كيفاش ما عادش يراوك نخاف الكاميرا ما عادش تراك بالكدا كي تقعد ترى فوالا تحب كرسي حاط انت لا فوالا بيه واللي يحب نعاونو انا موجوده واللي يحب مساعده انا انت دار فيك ديما كرسي تحب مزروبه تحب تقلق في ساعه واش نقلق في ساعه عامله مزروب شبيك شو عندك تعمل بعد في كادو ليه الكادو اليوم فيش كيفاش الكادوات ما وجي العيد فرقناهم الكل وفي مالا كيفاش احنا عطيتني كادو انت عطيتني كادو باش انا نعطيك كادو يا اخي فما عبد يهدي باش يهدي له ما هو يهدي خاطرو يحب يهدي ليه يهدي باش يهدي له حق نكملوا الحلقه احنا ونشوفوا نقروا بعض اش قولك باهي دوك هو يزرب شاكي كي ياخذ كادوات صح؟ كاركم شريتو كاركم ما خممناش وانا في بالي تحب جيل ملكيت خاطر تحبها ليميسيون وخاطر تحبني دوك تحب نعدي وقت مع بعضنا طلعت جيت على الكادوات دخل بون احكي لي نحكي لك اللي تحب انا ما نعرف عليك حتى شيء نحب نعرف كل شيء باش مغروم انا مغرومه غزه شنو غزه انا مغرومه هذيك قبش يوريك كيفاش تقص هذوما اللي وريتهم لك لازم يتلون لا انا مغرومه بالدانس سامحني ما نعاود لي خاطر قاست عليك خاطر يسال زين ياسر برشا اسئله دوك اما زين نحب انا الاسئله اما نحب كي سلمى تقول لي حاجه نسمعوها مع بعض مش نقعدوا نتكلموا احنا زوز ولا مش نقص على بعضنا برافو عليك اي سلمى دوك باش مغرومه انا مغرومه بالدانس اي والاغنية الدانس كيفاه كلاسيك عربي مودرن عادي مثلا شنو الغناء اللي مغرومه بها في تشتح عليها فاك تشتح قاعد اون فاسيمي تغني لنا بعد شوية اون فاسيمي موافقة اوكي نعرف غناء ونعرف نشتح بارفي دونك اسمع نزيد نقدموا شوية في بريكولاج خاطر ما غنيناش جملة اليوم مازال عندنا الوقت هذاك حبيت نثبت لك اللي احنا مازلنا باش نقعدوا مع بعضنا مازال وقت المرويح اسمع نجوم شنو نعملهم لون بربي شنو اصفر تعمل كي جيت نعرف راني ما سالتكش ما نعرفش لا كيف تحب اصفر اصفر انا نجوم كي راهم في الليل راهم بيض مثلا لا هما في الحقيقه اصفر اما ترى انت تراهم بيض وش بيني راهم بيض نجوم مش صفر لا مش كل اللي راهم ايوه تو شنو باش نعمل ديكوبي مستانس بالمقصه باهي لا مستانسه انا مستانسه اوكي قص اسمح لي قولي كانت حاب نعاونك في حاجه هذيا هذيا وين زعما محطوط دي ما عرفتش ازيد صاروخ هذولي تعاونني مالي فواتور دو كورس هذوما الكل تبع الفواتور دو كورس صاروخ وحده تعاوني وانا مش قد نقص خاطر كي تلصق صعيبه تلصق بي على شرط انا نقص لك وانت تحكي لي حكايه حكيت شنو؟ اللي تحب. حكاية ضحك صارت في المكتب ترى. ما عنديش، أصحابي ديما يعملوا في العمال في المكتب. بس المشكلة ماتريس. في بالك بتولي سلمى بتولي ماتريس؟ نعرف. سلمى أنت كان تلامذة يعملوا فيك بعد كي تولي ماتريس تعاقبهم؟ لا. كيفاش شنو تعمل لهم؟ نولي معلم. ايه قولك شنو عمل اللي نرفزني نهزو طول المديره انا نطرد الطردو
بالحق تضرب المكتب كاين يقوم يبكي يقول لك امان ميتريس امان امان شنو تعملوا يقول لك امان على شيء ما تسمحوش ما تسمحوش ما تسمحوش نطردوا من القسم واش نطردوا من ليكول باهي كيفاش تنجم كيفاش ينجم معناتها كان يندم على اللي عمله ويقول لك يجيب شوية البسماح وقتاش تنجم تسامحه لكن انت تسخفوا هو يسخفها اه كيفاش يسخفها كيفاش ينجم يسخفك قال تسامحوا ايه اهو بيبي اوه شوف 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 انا عندي عين ناش تبدا تلصق كان تحب ناش تبدا تلصق هاوك عندك الفوالا اما كيف باش نعمل هذه الدوره معناتها فهمت الدوره هاوش نقص لك لوج الجوانح توت فيت ونجيك نجري للدوره نسخها هوني الوغ هذيك فوالا كيما هوني تي ناكل احمر لا نحب الاحمر برزين بها السميم تاعك نتاع سوزي برافو 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 دوك الغني نجم نعمل عليك قولك نمشي للمطالعة من بعد في المطالعة ما نجموش نغني أما كي نمشيو للكوجينة نغني فكرة ولا مش فكرة؟ فكرة موافقة ولا مش موافقة؟ إيه ما توش استناو قبل ما شنو باش نعمل؟ ربيك راسك شنو باش نعمل؟ الكول خاطر ألوغ عندنا زين هو ليهي باللوجيستيك نتاع تسكير ستيلوات تسكير لصق وكل ما دونك تنظم باش تنظم معايا البريكولاج وكان كانوا البريكولاج وين تمشيو؟ المطالعة المطالعة الهاوي هايك مطالعة تو سويت توا حان موعدنا وقت المطالعة شكون يحب مطالعة هوني؟ أنا؟ يس صحيح شنو؟ حبيش بربي باهي احنا نقدروا مش مشكله مادام انت ما تحبش المطاوله مادام انت ما تحبش المطالعه احنا باش نردوك ياسر مغروم بها اش تخاولك اي بالحق بالحق تحب تتغرم المطالعه لازمك ديما تتبع ملاكيت بالحق نعطي قوتي وتبدا تركز معايا في كتاب اليوم اوكي الوغ عندي هوني يا سيدي بن سيدك حاجتنا زاده بالمناعه نتاعنا باش نقويوها ولذا خذينا دونك ديليس بلوس ديليس بلوس دونك لو فورما كيما العدد دو 1 لتر فيه الفيتامين دي 3 وفيه الزنك بي عندنا عوايمين فما كوفيد وكورونا وكل قال لك الطب الكل لازمنا العباد الكل كبار وصغار ناخذوا الزنك خاطر يقوي المناعه نتاعنا اوكي دونك احنا تحبنا نقتلوا الكورونا اي خلينا نرتاحوا منها بي عندنا دونك هذيا ديليس بلس زنك او فيتامين دي 3 داكور دافينيه هاكا دافي وفما شكون يستنى دقيقه ودرج جعان يستنى في الكوتي بدقيقه ودرج اليوم
وحتى باش نحط لك فيه يا سي زين اوبا لو شوكولا بواغ اللي هو زيد فيه بلان دو فيتامين. انت قبيك سالتني على الفيتامين سي، اي با هوني عندنا الفيتامين سي وعندنا الفيتامين ا والبي 2 والبي 9. وريهم وريهم. تفضل. عجبوك؟ فهم برشا فيتامين. ذقتوا ذا قبل ولا ليه؟ انا ذقته. اه مي لاتاش نحط لك سي زين. اول مرة نحبو برشا. اه سوبر. نحط لكم دي شوكولا بنين. باش تاخذوا الشوكولا تشيخ بركة سي زين. نبداو بيه خاطر مقبيكا ويقول جعان جعان جعان. قصة الأرنب والصولح فات وعطاتنا نشربوا حليب بالشوكولا بالأوبا شوكولا. القصة نتاعنا نتاع اليوم كيما العادة من عند دار يمامة لنشر الكتاب، تلقاو فيه قصة اليوم وتلقاو عندها بيان سور عندهم برشا قصص أخرين بالعربي بالفرنسي وللي نيفو الكل، تلقاو بيان سور الامتحانات توا على الأبواب. ها؟ دونك تنجموا تحضروا امتحاناتكم زادة باللي باراسكولير اللي موجودين غاديكا زادة، تنجموا دونك تمشيو سور لو سيت yamamagroup.com ولا من عند أقرب مكتبة لداركم، للمكتب، للروضة، للخدمة، فو امبورت. مي القصة نتاع اليوم من سلسلة كتابي الجميل، كتابي الجميل للصغيرات اللي أعمارهم تتراوح ما بين 6 و 7 سنين، دونك سافا في العمر، بيان سور 5 و 8 نجموا يقراوهم زادة. القصة هذيا مستوحاة من التراث العالمي، يظهر لي ما فماش واحد فينا ما يعرفش مثلا دو لا ميم كوليكسيون، شكون ما يعرفش علاء الدين والمصباح السحري؟ تعرفوه؟ انا نعرف. يعرفوا ما فهموا مليان. بي بينوكيو. اي. سندريلا. اي. مثلا صاحبة ذات القبعة الحمراء. اي. فوالا دوك لعب. بيضاء الثلج والاقزام السبعة. سهلة. بومبي، تعرف بومبي؟ شكون بومبي؟ بومبي ما تعرفش، كي تتغرم بالمطالعة يا زين، تولي تعرفهم الكل. لا، شو اسمه اللي قلته قبيلة؟ قلت برشا حاجات، هما فما في الكوليكسيون هذايا كتابي الجميل فما 12 تيتر. قول لي. باهي، نقول لك تيتر نتاع اليوم أسهل. باهي، نسيتو اللي قلته قبيلة. شو خلينا نقول لك نتاع اليوم، خاطر ما نعطيكش برشا معلومات وأنت ما تحبش برشا الهدرة، نعرف. نحب نحب. نحب، باهي. القصة نتاع اليوم اسمها السلحفاة والأرنب. نعم. باهي. في كل قصة هكا فما 8 محاور. من كل دونك فما 8 صفحات مع تقصير القصة، وشوفوا التصاور قداش مزيانهم يشهيوا على القراية، والنص قداه صغير وقصير باش العباد اللي يبخلوا ما عندهمش برشا وسع البال يوسعوا بالهم ويقراوا. احنا بيان سور مانيش نقراوها كاملة القصة، باش نقراو اون بارتي وانتم بعد وحدكم تمشيوا للمكتبة ولا سور لو سيت تاخذوا قصتكم وتقراوها. بي نبدا منك. المطالعة علاش مهمة يا زين؟ على خاطر نتعلموا حكايات يذكيو، يحلوا الخيال نتاعنا، يوسعوا من الخيال نتاعنا، يعطيونا كلمات فوق ما نرقدوا. في وقت ما نرقدوا نقراوا باش نوليو نعرفوا اكثر حاجات. اي ونجموا راهو نقراوا قبل النوم ونجموا نقراوا حتى واحنا قاعدين. نجم حتى تجيب لنا النوم. تنجم تجيب النوم وتنام، معناتها باش نحضروا بها نومتنا، تنجم في الصباح، تنجم في الصلاعه في وسط النهار، ما فماش وقت معين للقرايه. بي اما على خاطر علاش وقت النوم بي؟ على خاطر القصه هي رفيق، تبدا وحدك في فرايشك نجم تاخذ قصة وتبدأ عامل عليها كيف وتقرأ، توسع الخيال، تتكبر في اللغة باش نجم تكتب في الإنتاج الكتابي حاجات مخير كل مرة، وتتعلم عبر وحاجات تخليك تعيش تولي مواطن ما أحسن في الدنيا والمجتمع. السلحفاة والأرنب، ما رأيكم في سباق بين أرنب وسلحفاة؟ سيكون سباقا غريبا ولا شك، فالجميع يعرف أن الأرنب سريع جدا أما سلحفاته فبطيئة جداً، فهل هو سباق ممكن بينهما؟ هي سلحفاة تمر أمام الأرنب بخطواتها البطيئة كعادتها. قالت السلحفاة: صباح الخير أيها الأرنب. قال الأرنب: صباح الخير أيتها السلحفاة، ها أنت بطيئة جداً كعادتك. به؟ برشا في ثمانية. قالت السلحفاة: أيها الأرنب السريع، عندي اقتراح، ما رأيك في سباق بيني وبينك؟ قال الأرنب وقد انفجر ضاحكاً: يا له من اقتراح عجيب، حسناً، موافق، ومن يكسب السباق تكون جائزته وزنه
طعاما. ب. وحل يوم السباق المنتظر بكل شوق. عند إشارة البداية انطلق الأرنب مسرعا كالسامي. ليش؟ معناتها يجري عملك في دقيقة. قال الأرنب بعد تفكير: ليس ضروريا أن أسرع، فالوقت يسمح لي براحة. تمدد الأرنب تحت شجرة ونام، بينما أقبلت السيدة السلحفاة بكل بطء وتجاوزته، وظل الأرنب المغرور ينام ثم يستيقظ ثم ينام من جديد. به هي ما وفيتش القصة، وإنا منيش نكملها. سلمى شو فهمت من القصة؟ شو الفرق بين الأرنب والسلحفاة؟ ما تعرفش. به أنا فاهمة من الحكاية، خاطر الحكاية ذي العبرة نتاعها، ما لازمش هكا نكونوا يسرع عنا، راهو نثقوا بحقنا حاجة باهية، أما نوليو مغرورين مش ديما نربحوا فيها العملية ذي. تكملوا القصة باش تستنتجوا العبرة اللي لازم تتعلموها، خاطر سي تري امبورتون. القصة تنجموا تلقاوها عندك في دار يمامة لنشر الكتاب من سلسلة كتابي الجميل. المطالعة ياسر مهمة، كل مرة نبداو بشوية بشوية، مرة صفحة مرة دو ليني، كل مرة مرة وحدنا مرة عبد كبير يقرأنا لين نتغرموا نوليو ما عادش نجموا نصايبوا الكتاب. أنا مع الأولاد باش نكملوا قصتنا ونتلاقاو الكلنا جوست أبخي في الكوجينة. أنا نحب توا في الكوجينة خاطر شنو؟ ماشي عند برشا. أما إحنا حتى نطيبوا حتى يحضر الفطور. أي نقرا. معناتها مش نمشيو نلقاوها حاضرة. أي نقرا.